بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جمعية تنمية سوق النجاح ديال الباعة المتجولين. احنا هذه واحد 7 سنين ولا 8 وحنا تناضلوا لاجل هذا السوق هذا. وصلنا ل 27 بين طلب وشكاية. الباشا الاول الثاني الثالث الرابع هو هذا. دار لنا قرعة نهار 29 شهر 6. دابا راه وصل شهرين و 22 يوم بالضبط. جا سيد الباشا وقف لنا على العملية، قلنا الحمد لله ها هي البون الأول، ثاني هو هذا ديال نهار 29 شهر 6. قلنا راه مزيان الحمد لله، راه الأمور راه تيسرت، ما بقاش عندنا المشكل. وحنا من نهار 15 مارس وحنا مريحين إلى يومنا هذا. من بعد سيدي ملي دار سيد الباشا العملية ديال سميتو وقف عليها، الله يجزيه بخير، تنشكروه من هذا المنبر. ناضوا ناس اخرين منهم شي مستشار جماعي تيحرض الناس، تيوقف معهم عند كاتب عمومي تيكتب لهم الشكايات، تيعيط للناس من ديورهم اجيو وتيكثر في الناس، توصلت دابا شي 600. ومن فوق هذا الشيء هذا جايبين ناس اخرين، ها اللي باغا تستافد مو، ها اللي باغا تستافد، مستافدين جوج وثلاثه واربعه اللي مسجلين. وهذا السوق هذا راه كافي، انا تنقولها وتنتحمل مسؤوليتي، كافي لهذوك الناس اللي هما بالمعقول تبيعوا ويشريوا. وهذا انا بغيت الاخوان ديال تامسنا وديال سيدي حياء يعرفوا هذه القضيه هذه. هذا السوق هذا راه كاين ناس اللي باركين عليه، يعني عندهم نفوذ تيديروا اللي بغاو فيه، وهذا الشيء هو اللي كاين. اما سيدي الباشا اللي بان لي انا راه لحد الان قال لك ودي انا المهمه ديالي رانا درتها. ونداء لسيد العامل، بغيناه يتحرك لينا في هذا المارشي هذا يفتحوا. وراه ان شاء الله الا ما كان شيء راه من هنا واحد الاسبوع ولا اسبوعين غادي نهزوا وليداتنا وغادي نمشيو لباب العماله ونريحوا تما حتى يديروا لنا شي حل. والسلام عليكم ورحمه الله.